السلام عليكم. طب رد السلام. لا سلام ولا كلام، هات من الاخر. انا بادئ بالخير يا سيد. خش في الموضوع. انا طالب ايد مانجا. مانجا؟ مانجا مين يابا؟ انت عدها؟ اللي يتجوز مانجا لازم يبقى عنده شقة، فيلا، فلوس، ماني. يعني ايه يا سيد؟ المعلم سيد يا شاطر. انا ما عنديش بنات للجواز، روح شوف لك عيلة على قدك. انت قد الكلام ده يا سيد؟ قد وقدود. يلا اتكل على الله من هنا وتعلموا الادب بقى يا اهل المحطة. تمام، نعمل طول عمرنا اصحاب وانا زي اخوك كبير. ربنا اللي يعلم والله يا ريس جلال. امال ليه ما قلتليش من زمان ان عينك على البنت؟ ما هو اديني قلت لك لما اني الاوان. على كل حال انا هتصرف. الكلام في الموضوع ده هيكون مع جمالات. وسيد وجمالات عمرهم ما هيقولوا لي لا. اللي من ايدي فكر زياده. طب فين على قد ايه لما تدخل في السادة؟ لا لا انا وشيتك. ايه؟ اخيرا لذيذ. البارد. يا بيت. ترد عليه ولا ايه؟ ده كلام يا شنك. انت مالك يا انت حاسس؟ انا مش فاهم انت عايز ايه من وداد. اقول عايز ايه يعني من وداد؟ عايز حاجة ساعة. يا اديله حاجة ساعة. مؤاخذة ثانية واحدة. البارد الرخن عارفه يا بي. على فين يا اسطى؟ عدينا يا سيد، انا داخل المطعم. لا شطبنا جبرنا. انا مش عايز اشتري يا سيد، انا عايز جمالات في كلمتين. عيب عليك يا راجل، جمالات دي ست متجوزه وجوزها موجود، ملهاش كلام مع حد. حق مش عليك، تفتكرت قوي يا سيد. لا العيب انا ما احبوش واضطر بقى. اوعى تمد ايدك يا سيد، رئيس جلال في حمايتي. ماشي ليك الامان يا اسطى. اتفضل يا حضره الناصر، اتفضل. والله يا عال بقى الرئيس جلال يبقى في حمايه ست يا جمالات. معلش يا حضره الناصر، جوزي تابع حامي شويه. المهم مناع عايز يتجوز مانجا، قلت ايه؟ قلت بصراحة أنا ماليش كلام في المواضيع دي. ما تكلمش السيد. معلش يا حضرة الناصر، ده جوزي برضه.